كاوتشان عندها لالوسيم يعني كونسير ديال الدم. مشى عندها تقول لها راه في الكونسير، شو واش تعيش ولا ما تعيشش؟ لا لا مزال وقفك، الصعبة جو ديك وجات فيها أنا وما تجيش فيها هي. صافي شو وحدك أنا معاك. كريم شنو فيا؟ عندك كونسير ديال الدم. أوي هاي هاي شنو هي لافير جاية؟ واش أنت قادة تحطي 5 مليون ديال الدراهم في أفير؟ نعطي 5 مليون الدرهم ونفوت عليه. صافي أنا نويت ندخل لهذيك لافير. ماشي بزاف ماما عليك. ما كاين حتى شي حاجه بزاف على ماماك. يلا اجمع راسك انا كنتسناك الحاج. بلاش من دوك الكينات. بلاش باه من الاحسن. شوفي يبان لك من هنا الا كان شي صوالح من دوك الصوريات ديالك راه ما غاديش تمشي. شوفي اخر مره كان وعدك وفيها قتله ديال الفلوس صاحبتي ما تعيقيش. دابا شكون معايا؟ سي العربي. سي العربي شنو واقع لك؟ سي العربي سي العربي صافي موراها فاق وهي تجرو داتو البيت النعاس. قول لي فين تليفونك؟ فين جبتي؟ سي العربي عاد سولت عليك في الطومه لاباس عليك؟ أندرا كاين شي خبر؟ كاين. الله يسمعنا خير قول. عييت ما نصبر. غادي نفرقع هاد الرمانة. كيفاش؟ غادي نقول للدراري كلشي. شوف تعرف اش كدير ولا غتعاود تهور ثاني مرة أخرى؟ نسيت الحاج. عييت عييت بزاف. ما بقاش كيديني النعاس. كنت نتخيل بناتي قدامي ملي كنغمض عينيا. أنا ماشي بنادم أنا. خاصني نترجم. كرهت الدنيا سي الحاج كرهتها بزاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس بس العرب بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا هو العربي اللي بغيت نقول لك الواحد ملي كيبداها باش في هاد الأمور اللي فاتت كتولي الأشياء صعيبة شوية. واش خممتي في الآخرين؟ منير شيماء هما ما خصهم حتى خير واكلين شاربين لابسين في الشنكة. جا الوقت اللي نفكر في بناتي حتى هما. علم الله اش طاري بيهم. منير وشيماء خصهم يعرفوا اللي باهم ولو مرة في حياتهم راجل ماشي مجرور وحاكم عليه المرأة. وفي الطومة شنو غدير معاهم؟ فطوم دات لي رزقي كله. جا الوقت اللي نخرج من حياتها ونفرضوا انك درتي هادشي كله. كيفاش غدير باش تلقى بناتك؟ كنحس بهم حدايا وغادي نقلب عليهم في المكان وغادي نشوف. سيد الحاج غادي نشري تليفون ورد النمره ديالي. حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني. مثل ما نلقاه ذي اللي عطاك الله. مثل ما نلقاه ذي النشط خاصو غير تكعشط وكياكل بالفراشط. انتي شنو غادي ديري؟ غادي تلبسي واحد التكشيطه وتحزمي وغادي تجي. واقيلا تحتي على راسك دابا فاش كنتي جاي ولا تحتي في الصغر على ملغي اختك وتقصحتي وحده في الجوج. خلي علمك الله طحت ولكن جيت واقف ياك سيدي. والحمد لله على سلامتك. باقي باغي نكون مولين عليك عمارة الدار. يلا سدي عينك. وعلاش؟ وعلاش الناس كيسدوا عينيهم؟ باش ما يبقاوش يشوفوا. ناري 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 شحال ذكيه. فين علمك هاد الهضره هادي؟ واخا سيدي انا غنسد عيني وخا سد عيني على شلا حوايج. ناري على لسان عندك. يلا سدي عينك. ورا انت اللي كتجبدني. يلا اسيدي انا غنسد عيني ما يكون هادي غير شي مضمه الذهب ولا شي باغيغ ديال الديامو. حلي عويناتك. شنو هادشي؟ الهبره. ايش من هبره؟ هذا راه البيفتيك. الهبره راه ناشفه الكامبو. كي جيتك؟ جيتيني تلميذ واعر
والاول في البروموسيون ديالك. شنو زعما انت الاستاذه؟ وماشي اي استاذه، الاستاذ اللي كتعطيك لوحه الشرف وكتكتب لك عليها واصل يمكنك تحقيق المزيد والمزيد. وقولوا لي يا استاذه، ما هو الدرس القادم؟ شوف مونير، لاول شرط اخر نور، هاد المره خصني ناخذ كاملتي 10 ديال المليون. كلشي ديالك الزين ويخليك ليلي، انا قلبي كبير وكريستي صغيره، غناخذ غير 10 ديال المليون هاد المره، بركه عليا. وداك الشيء الاخر بينك وبين ماماك، اسيدي الله يجعل الغفله ما بين البيع والشاري. واخا لالا، وفوقاش نعطيهم فلوس؟ عندك يصحاب هاد الناس كياخذوا الشيك، هادو كيتعاملوا غير بلي سبيس. هاك غدا ان شاء الله في الصباح غادي تنوض تصرف الشيك في لابونك على ما نهضر معاهم ونقد الامور. واخا انا اللي غادي نحل البنكه في الصباح. بالحق منير، هاد المره انت اللي غتعامل معاهم مباشره، انا اللي عليا ضمنتك عندهم، والله يجعلها لي في الميزان المقبول. امين يا ربي، داكشي اللي بغيت. مرحبا بك. بلاش التليفون كيصوني عليا. الو وي، علاش فين انا كنتلاقى بك حتى في الفيلا ما كنشوفكش كاع؟ فين غنتلاقى؟ وعلاش ماشي في الفيلا؟ واخا واخا، يلا بسلامة. شكون بابا؟ مالو؟ أنا بغيت نعرف شي حاجة. داكوغ. الله يسلمك، واحد شويه هادي كنت جالس مع العربي لتحت، مسكين كيقطع في القلب. على مالو مسكين؟ شنو عنده؟ اللي تسطى على بنته. عشان نقول لك الحاج، ابغات الحاله اللي عند الله الطلاق، ولكن الاشراره ماشي بزز. لا ماشي على شيماء، يا بنته الاخرى يا اختها. على مالو فين كان الحاج شحال هادي؟ ولا دابا عاد فاق من الكلبه؟ مدى زعام، مدى زعامين، ما هي عشرة؟ حتى لدابا عاد ولا باغي يقلب عليهم؟ لا فديني، ما متفقش معاك، انا كنت حاضر وشفت كل شيء بعيني. النهار اللي مشى العربي كيقلب عليهم ولقى الدار خاويه كان غادي يتسطى، ودوز اكثر من عامين هو كيقلب عليهم بالتخبيه من الفطومه، ونهار اللي فطومه صحت لي الخبر كيقلب على بناته بالتخبيه، نط كحشات لي كل شيء اللي وراه واللي قدامه، وخلاته جالس على الدص. العربي ما خايبش يا جوديه، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. هذيك السيده مسكينه شنو ذنبها؟ كون كسب عليها العقد واعترف بناته كما يكون هذا حاله، ولكن الغالب لا يستاهل هذه الحاله اللي فيها. فادي انا متفق معك، قلت لي النهار الاول كي راه خاصو يدير اللازم مع بناته وعادي يشوف مشاكله هو، ولكن الله غالب. الله هذوك البنات دابا فينا هما، وكيفاش عايشين ومعامن وفين؟ ربي كبير الحاج، واش اللي خلقت الحمل كامل؟ كي
كيوكل الطير في السماء والحوت في البحر غادي ينساهم؟ لا ربي غادي يكون معاهم. هادي كاينة عرفتي يدو مسكينة سيا هدرت معاهم بعدك مباغيش دير العدو وهدرات مع الزبير حتى هو مسكين وما خسر ليهاش قال لها صافي نكتبو كتابنا ويلا روحي لدارك. شتي ولاد الناس ما كينساوش العشرة ما يرضى عليهم ساكن والحمد لله كاين يهرب يعني. كريم شتي هاد الدواء اللي كنشوف فيهم دابا ولا هذا كيحرقوني اكثر من هاد المرض اللي انا فيه؟ لا اللي يضرك بصحتك اختي لا اللي يضرك بصحتك. لا خويا راه دواءك غالي عليا ما تبقاش تبكي عافاك. زيدون خاصك ترتاح دابا حنا راه غدا عندنا ما يدار. ما قلتيش ليا الطبيب اللي غادي نمشيو عنده ما بعيدش من الدار غير قريب ياك؟ غير قريب كاين غير السونتر فين شوفي هادي عقلتي عليها ها كنت ديما كترسميني بشعكك وحيد انت ديما مشاكك الله يشافيك يا ربي الله يشافيك. انا مرام انا شيما شيما اش كديري هنا؟ واش انت عيطت بابا؟ ما فهمتش علاش خاصنا نتلاقاو هنا ماشي في الفيلا؟ سنة الله اللي بحالي بحالك شنو كنتي نيت ما نسيتي باش تلاقاو ما عرفتيش باينة شي مشكل مع ماما عرفتي لا لا جبت مصبا تكون شي حاجة أخرى عادي. وفين هو بعدا؟ خلينا أنا بحال بلاكات كنتسناو فيه شوفي غادي تسنى خمسة دقائق إلا ما جاش أنا بغيتش في حالتي عندي ما يتقدم واش نتخليني بوحدي؟ وشنو بغيتي نبعتو هنايا؟ داك راه باينة بغا يقولنا شي تخربيقة ما قادرش يقولها الوالدة حيت خايف لا دير لي طاطا والله ما كتعجبنا والير راه باباك هذاك شايتي من نايت لابس بغيت نهضر معاكم وعلى الفيلا مالا فيلا ديال مواليها انا غير ضيف فيها واش ديسك عاوتاني كتغني لينا اسمع نقول لك ما بغيتش نعيش في الدلع على وسخ الدنيا اش كتقول لبابا ما فهمنا حتى شي حاجه سمعي بنتي بغيت نقتل داك العربي من الاول اللي دارت فيه فطومه ما بغات باباكم ما كانش هكا كنت بخير وخميري بغيتكم تعرفوا واحد الحاجة راه عندكم جوج خواتات ماشي من فطوم الحمد لله كريم وراك قلت لك راه كوثر قويه
شوف غدا ان شاء الله غنمشي معكم عند الطبيب، انا موجوده. شفتي كلشي كيدوز بالزربه، الحمد لله ونشكروه. لا لا غداك يا كريم. جودية الحمد لله. كريم قطع دقيني. فرسي بهذا الهضره اللي قلتي لينا ولكن صحاب لك تمحي لينا داك العربي المدلول اللي ما عنده لك المناري، ايوا غير باش تعرف احسن حاجه طرات هاد خواتاتنا هي ما عرفوكش. عقدتيني في حياتي وخرجتي عليا، سمعتي اخر مره تعيط ليا ومبغيت نبقى نسمع لك حتى شي حاجه. انتي باغي تمشي يا بنتي؟ والله بغيت عارفه ما نقول لك يا بابا. طلعت تحضر باش تلقاهم دابا. غادي نلقاه، وهي الدار عمري ما بقيت نرجع ليها. فين غتمشي؟ أرض الله واسعة بنتي. تمشيو كناستو يموت عدوه اللي ما يبغيه. الله يا اختي الله، فين عمر مسكين كان عنده شي عديان يكتشف وجهك يا وجه النحس. شنو زعما انت ما كتقاديش السبيطار وخوك مربي ما عارفين واش يعيش ولا يموت وكتهضري؟ اقسم بالله كون ما كنا هنا كانت غتكون عندي معك هضره اخرى في الطومه. وباز اختي الله يعطيني وجهك، اش دخلوا مسكين هذا السبيطار ياك عوجهك وجه النحس وجه الويل. من شافك اختي هو من السبيطار السبيطار؟ وعندك الحق، شتي حتى ندخلوا للدار عاد غنتفاهم انا وياك، وديك الساعات غادي ندير فيك شرع يديه، دابا راه ما غنعمرش معاك. بونجور لالا. سلام. انتي مع العائلة ديال المسالم؟ اييه. داكوغ، ما كايناش الوالدة ديالك؟ انا مراتو. داكوغ. قولي الحاج بن سالم كيبقى؟ صراحه الحاله ديالو غدا وكتدهور. لا حول ولا قوه الا بالله. كان ممكن نطرح عليك شي اسئله؟ بيان سور. كيف ما كنعرف الحاج عنده السكر كيطلع له مره مره وكيعاني من امراض القلب، ياك؟ هي كاينه، ولكن الحاجه انا كنت مقابلها بيدي حتى ما كنتوكلت كنوقف عليها. داكوغ، نقدر نعرف شحال نتوما مزوجين؟ اش غنقول لك، شي شهور هادي باقي ما كملناش العام. إذا كان ممكن تخلي لي كوردوني ديال الطبيب ديال المعافى عند لافيرميير وضروري لي ميديكامون اللي كان كياخد. واخا دكتور، غي حاجة واحدة واش نقدر نشوفو؟ لا مالوغوزمون حيت مازال في الإنعاش. كلشي باش ما نكونش بحالو، ديما كنشوفو كيناس فواحد البلاصة بوحدو، كياكل بوحدو بحال شي مجراب، حيت الوالدة كانت خايفة عليا عادينا، حتى اللبس هي اللي كانت كتشري ليه، كان كيجيب لي الله هي اللي عاطيها الإذن باش يتنفس، حيت هي إلا ما عطاتوش ما يقدرش يتنفس وما يقدرش يعيش، كانت كتمال منو بحال الجفاف وما كيحلش فمه. ملي كبرت ما بغيتش نكون بحالو، بغيت نكون العكس ديالو، بغيت نكون قاصح ما نكونش رطب، بغيت نقول لا حيت هو ديما تيقول ايه. وليت قبيح،
وليت كنمد يدي على العيالات اللي دوت معايا كنضربها، حتى ما كنشوف الوالدة كتمد يديها على الوالد. عقدني، خرج عليا وجي عندك يبكي بحال الشماتة، تقول لي عنده جوج بنات وما قادرش نعترف بهم. ما كنحملوش، ما كنحملوش، ما كنحملش نطق حتى سميته. مونير، خاصك تفكر غير في راسك وما تخليش اللي فات يأثر عليك. عندك فرصة قدامك تولي مليونير ومن بعدها ملياردير، وديك ساعتا سيدي عيش حياتك كيف ما بغيتي، لونها وزوقها ودير فيها كيف ما يعجبك. كاين واحد المثل كيقول راسي يا راسي وكل عيط راسي. وي بصح عندك الحق، من اليوم ما كاين غير راسي يا راسي، نبقى نعقل على حتى شي واحد. هادشي اللي بان ليا، اجي بعدا قول لي فطرتي. لا ما فطرتش. واخويا وانت ما تقلقش، دابا حنا غادي نمشيو للسبيطار وتما يقدروا يطلبوا منا التحاليل ونرختي يكون على الريق. برافو عليك، هادي والله ما فكرت فيها. واشتي اذا الزامج ديالك جبتيهم؟ ها هما عندي. ما نسيتي حتى شي حاجه؟ ما نسيت حتى حاجه. ويلا مشيو كريم. وا كريم يلاه مشيو. ما عرفتش جودي دارت معايا التمنية تجي عندنا هنايا، واش حتى مازال ما جاتش؟ وتقدر تكون غير في الطريق. شو عيط لها؟ يلاه مشيو حنا غنطلع زيد. والله يهديك كريم، واش غتزيدك حتى هاد الهم؟ بركا هاداك الشيء اللي وقع الكوثر مسكينة. واخا انت شوف الطبيب وقول لي شنو قال لكم. يا ليلى يلا نحمد الله ونشكره. بسلامة. هاي هاي أختي عفاك. ويلنا الله يرحم لك الوالد ديال الراجل اللي كاين تحت في الإنعاش، والطبيبة ديالو قالت لي نجيب لها شي دواء وما عرفتش فين هي داك نقدر نشوفها. شنو سميتو؟ الحاج بن سالم. الحاج بن سالم، أنا نشوف الدكتور ونجاوبك. واخا الله يجازيك بخير. الحمد لله. هنطرى الحاج كيف بقى؟ ما نكتبش عليك الحالة ديال الوغادة وكتدور على الأخو. واخا دكتور، الدواء اللي كنتي وصيتيني عليها هو شفتو. لقيت هاد الجوج هادو. ولقيت هذا دكتور وسط البسطام ديالو، خفتو غير يكون كيستعمل. اكزاكتومون مدام، فاش خرجتي عندي البارح من البيرو جاي كونتاكتي الميدسان ديالو وقال لي بلي راك ياخذ هاد الكينات ونبهو أنه ما يعاودش ياخذهم حيت يقدروا يديو الموت ديالو. انا ما كنشوف خبرك ياخذها. الاغلبيه ديال الرجال الكبار اللي كيبغيو يتزوجوا عيالات صغار كياخذوا هاد الكينات. راك فهمتيني على علاش كنهضر. مع الاسف الحاج بن سالم من الناس اللي كيعانيو من امراض مزمنه، والاستعمال ديالو لهاد الادويه يقدر يؤدي به الموت ديالو. ليكون بس
ميرسي. اين نعاود ثاني؟ ولا مزيان بعدا ملي خلصتي الغرض. وي الله يلاه جمع لي الفلوس. حيت قال لك لا خصك تعلمهم قبل حيت المونطون كبير، ولكن انا ما تفكيتش معاه. ما عندي ما نسالك، وجلس جلس تفطر نكملوا فطورنا ونمشيو عند عباد الله نخدو الغرض. واخا هكا حبيبي. قهوة زوينة. صحتك وراحتك. والله ما قضيت الناس البارح، بحال غندوز شي امتحان. دابا تحيد منك الدهشة وتولي عندك الكبدة قاصحة، يولي وجهك الملاين كيتصرف. نزيد قهوة باش تني تمشي عند الناس موقدهم صحصح مزيان. إيوا زيديني زيديني باش يلاه رد المزاج. هادشي هادي هاك خوت هادي. ونتي؟ أنا غنشرب جو دورونج. واخا. أنا غنمشي نوجد راسي باش نمشيو عند الناس نقضيو الغرض. واخا يلاه في بيت. عيب شوية الكزين، تزرب على صلاح اللي زربو ماتو. يلاه أنا جاية. يلاه. منين نجي ما توقفيش قدام الباب صافي؟ بعدي شوية باش ما يشوفوكش. غادي دير ربع ساعة غادي نخرج ناخدو وندخل. أختي بلارا أنا خارجة. يا أختي على مهمتي الله ونتا علاش يا أختي ما تعلمونيش علاش؟ لا ديوها دابا للكلينيك لا ما تسداوش أنا قطع بلحمي ونعطي ليها صافي. أنا غنحول نجي واخا الله على مهمتي الله قطعتي دابا قطعتي. أنا في الطومة مامتي كتموت. مالحيك لاباس؟ قطعت لها ضربة ردات بزاف يدخلوها للسبيطار. الله يجيب لها الشفاء. حبيب الله يعطيك الخير خصني نمشي نشوفها. صافي سيري غير ما تعطليش. أنا غنحاول إلا بلات بخير. شوفي غدا جي سيري وباتي غدا جي واخا أنا تانا غنمشي نشوف من سالا. واخا مادام الله يعطيك الخير. أنا مهمتي الله. كان غير روح كطلع وكتنزل. هي طلقت اختي بيتو قالت بلي راه كاينو. شتك جيتي بوحدك فين باباك؟ باش كون عارف اختي. انا براسي ما عرفتش واش نعاود نشوفه ولا لا. ولي اش كتقولي اش واقع؟ بابا خرج من الدار. وشنو وجد دابا سمع ماماك؟ لا لا.